الحكومة تعلن تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات أول أبريل، احسب مرتبك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة إن شاء الله معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية. النهاردة حنتكلم على بيان وزارة المالية الدكتور محمد معيض بخصوص تبكير المرتبات أو زيادة المرتبات والمعاشات في أول أبريل المقبل إن شاء الله. طيب قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع، يا ريت نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديثات الاقتصادية العالمية وتخفيف أثارها على المواطن. قال أنه سيتم اعتبارا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت بزيادة لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى. كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام القانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى. أشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارا المرتب شهر أبريل المقبل زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة و225 جنيها لشاغلي الدرجات الثالثة و275 جنيها لشاغلي الدرجات الثانية و325 جنيها لشاغل الدرجات الأولى و350 جنيها لشاغل درجات مدير العام و375 جنيها لشاغل الدرجة العالية و400 جنيها لشاغل الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منهما، ويستفيد من ذلك من يعين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وذلك يكون الحد الأدنى للزيادة لزيادة العلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيها. أوضح الوزير أنه سيتم تدبير 36 مليار جنيها لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى. طيب ده كان بيان وزارة المالية بخصوص زيادة المرتبات أو تبكير صرف المرتبات، صرف زيادة المرتبات في شهر أبريل المقبل إن شاء الله بدلا من شهر يوليو. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.